السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة الفور دي باختصار هو ان انا بيبقى عندي موديل 3 دي وبيبقى عندي السكادول، سواء معمول الموديل 3 دي معمول ريفت، معمول تكلا، معمول اركيكاد، معمول اول بلان. المهم ان هو يكون موديل 3 دي ويكون فيه كل الانفورميشن اللي احنا ممكن نحتاجها ويكون عندي السكادول. وافضل حاجة ان يكون فيه رابط بين الاثنين، يعني مثلا الوول مثلا واخده رقم هنا اي دي هنا، وفي هنا في البرامتر بتاعه نفس الرقم ده، هيسهل علينا كتير جدا ان احنا نربط. لو مفيش هنضطر نعمل سيلكت هنا ونربط بالده وده. الاثنين بندخلهم على اي برنامج من برامج الفور دي زي سينكرو زي نفس وركس، في برامج كتير جدا فور دي، وبعد كده نبدا نربط بينهم بحيث ان اول ما بتفتح بيكون الشاشه كلها فاضيه، وبعد كده بيبدا يظهر العناصر حسب وجودها في السكادول او في الجدول الزمني. فتبدا الشغل يبدا يظهر معاك ستيج 1، وبعد كده ستيج 2 تبدا الحاجات تظهر، ستيج 3. فبعد كده بتعمل شيك هل الشغل سليم. طب لو هو في مشكله، المشكله فين؟ هل في الربط هنا؟ فلو في الربط هنا نبدا نشوف ايه المشكله ونبدا نعدلها. طب لو هي في ملفات السورس يبقى نبدا نرجع انهي مشكله فيهم، هل هي في 3 دي ولا في السكادول؟ لو هنا هنحلها، لو هنا هنحلها وندخلها تاني على 4 دي، ونبدأ نمشي لحد ما نوصل إن الشغل أوكي.